سيخوضون هذه المباراة بهذا التشكيل: ديوغو كوستا في الحراسة، ديوغو دالو، مينديس، إنياسيو، روبن دياش، برونو فرنانديش، بالينيا وفيتينيا، برناردو سيلفا، راموس وجواو فيليكس، في وجود كريستيانو رونالدو في كرسي الاحتياط، ووجود أيضا عدد كبير من كوستا. ولا لا جول لوكا مودريتش، يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل. الدقيقة 8 من انطلاقة المباراة، مودريتش البرتغالية تلعب الكرة في العمق لبرناردو سيلفا وفارديول. فارديول التوزيع من فارديول، ولولو رائع من لوكا مودريتش بيصراح كرة جانبت القائمة الأيسر لمرمى ديوغو كوستا، كانت من لوكا مودريتش. كاتيول دارو، وين يا دارو، وين بعيدة تماما هذه الكرة، راحت ضربة مرمى بعد 12 دقيقة لعبالي. كرة ملعوبة رائعة في العمق لصالح منتخب البرتغال، ولولو ماير، وديوغو كوستا ينقذ البرتغال من كرة جول ثاني. ماير لعب نادي فولسبورغ، ماير مرة ثانية كورتو يبقى متألق مع منتخب بلاده. دالو عرضية الكرة، تغطية دفاعية من هنا من استانيشي، في الهند، في تايوان، في كل مكان، خطيرة الكرة دي. ناردو سيلفا يرفع كرة عالية للأمام، روبن دياش من هنالك، تسديدة من برونو، مرة ثانية خروج سريع من بونغراتشيتش، خرج الكرة، ما زالت الخطورة من هنالك، الحكم يشير برأي. ماير ضيعها والانطلاقة من برونو، برونو خطيرة 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 خطيرة، وضعت يا برناردو، ضاعت من برناردو سيلفا وراحت ركنية. كفارديول 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 كفارديول، رايح بدخلاته خرجاته توغلاته تسديداته، فعلها مع السيتي عديد المرات مثل هكذا سيناريو. فوق لوكا مودريتش العرضية، الدفاع يتدخل في القائم الثاني من هنالك، وبرونو جواو، برونو برونو العرضية، برونو ولوكا مودريتش على الجهة اليمنى، دالو يلحق يوزع كرة خطيرة خطيرة، وحدك يا غونسالو يا راموس، وحدك يا غونسالو يا راموس، توزيعة كانت من ديوغو دالو لغونسالو راموس. مباراة رقم ماير خطير، ماير اي التوزيع العرضي، هوي يا 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 روبن دياش كاد يباغي تحرسه ويسجل هدف ضد مرمى. ماير في الركنية، كرة داخل القائمة الثانية، الرأسية من هنالك، الدفاع خرجها ثم خطأ يصفر الحكم. أشياء مثل هذه تدرك بأن الأمر يتعلق بلمسات المدرب يعني. وعلى مستوى المنتخبات نتكلم عن المستوى العالسي المعنوي، نقصد بالدرجة الأولى. فيتينيا في التنفيذ، كرة هائلة، كرة هائلة ولكن بعيدة، راحت ضربة من يكبر فرديا وجميع. صعبة ماير، صعبة الكرة لكراماريتشو، ركنية، كراماريتشو يسدد، دفاع يصد وتروح ركنية مرة ثانية. كوفاتشيتش كرة في العمق خطيرة، رائع الكرة هذه من كفارديول مرة ثانية، وركنية أخرى لعناصر منتخب كرواتيا. شوف اللعبة، شوف كرة داخلة بعيدة في القائمة الأول، رائع جدا مرة ثانية اللي يضربها هو كفارديول إلى الكرة، أي هايلة في التمريرة ناحية من هنالك، كراماريتش كراماريتش وماير، برناردو سيلفا استلم، برناردو يحاول يدخل، برناردو العرضية رأسية من جواو فيليكس، ومع ذلك نخرجوك يا جواو. 38 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول، 1-0 لكرواتيا في البرتغال. كوفاتشيتش يدخل على الجهة اليسرى، كوفاتشيتش هيل الكرة خطيرة، وبوديمير كاد يفعلها والحكم يصفر خطأ ضد بوديمير لصالح المدافع. مرة ثانية كفارديول والجول، كفارديول والجول، كفارديول والجول والجول، أي 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 مرة ثانية جول، فرصة أخرى لكرواتيا، كاد يأتي الجول من بوديمير، لم يكن في وضعية تسلل بوديمير حتى في كنت أتكلم عن الكرة الأخيرة لديوغو دالو على الجهة اليمنى، دالو التوزيعة رأسية، يا راموس، راموس احتار بين أن يضرب الكرة. فيتينيا، جواو فيليكس، لعبت من هنا، برونو فرنانديش ولكن بعيدة، كرة بعيدة، ولا كرة ولا فرصة تقريبا لمنتخب البرتغال
متجددا نرحب بكم ايها الاحبه انما كنتم اهلا وسهلا الى ملعب جيمور ويراس للكرات لديوغو جوتا على الجهه اليسرى التوزيع برناردو وصل الكره خلف سميدو خطيره سميدو جول سميدو جوتا جول الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني الهدف الرابع عشر لديوغو جوتا مباشرة مع بداية الشوط الثاني يأتي هدف التعديل كرة من برناردو سيلفا لنيلسون سيميدو يلعب عرضية خطيرة برناردو برونو جوتا والدفاع من جوتا دخل جوتا هرب جوتا العرضية رائعة من جوتا لبرناردو زيتش مش عارف شكون الثالث هذا ماريو باساليتش كرة رائعة اللي بيصراح هو صار القاية جول في منتهى الروعة اللعبة ضربت في العارضة الأفقية ورجعت وجاء الجول الثاني من بوديمير يفعلها في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني بوديمير جول هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة أولى الكرات كانت من بيريسيج ضاعت منه حاول يسترجعها لعبها من هنالك براس خطيرة بيري انطلاقة صعبة وخطيرة لصلاح كانسيلو الكرة ضاعت رائعة كانت كرة ديوغو جوتا لجواو كانسيلو كرة برتغالية برناردو سيلفا العرضية تغطية دفاعية من هنالك عن طريق يوسيب شوتالو خرجها في الركنية فيتينيا مطر يرجع للخلف لبرونو فرنانديز رائع كرة برونو فرنانديز يلعبها مع فيتينيا خرج من المراقبة فيتينيا ولولا ليو مرة ثانية على الجهة اليسرى حاول يدخل ليو أرضية وسميدو برونو جول ممتازة الكرة لبيريتشيتش رائع الصد من ديوغو كوستا جمهورية إيرلندا نيتو عنده الكرة الآن يسدد بين أحضان She's going it alone here Now Felix It's found its way through And England and the Czech Republic for that matter as that shot comes in and there it is finally the breakthrough arrives and it was well worth the wait João Cancelo with a sumptuous strike right into the top corner and for 40 minutes in this game we've talked about how Croatia is giving too much space to Portugal and the attacking players of Portugal Cancelo has taken advantage of that space time and time again Once again, he cuts to the inside, and there is no help coming from Croatia whatsoever. Can they flourish at the other end here with Kramaric on his way? He carved out the shooting opportunity for himself, but... Team. Now then, they're threatening again, although the offside flag had other ideas. Diogo Jota. Got to be a foul. Was it inside the penalty area? Apparently not. Just outside. As Diogo Jota. It's Bruno Fernandes who hits it. Plenty of punch. Quite the accuracy. Kovacic back to him. The left-footed cross is Matic 3-2 win. Now then, Bernardo Silva trying to engineer an opening. The shot all along the ground, but right at Livakovic. And this is when... For any length of time, and they've been opened up again here. Jota getting through and finishing this time. Superlative strike and some way to open your international account. Diogo Jota with his first for Portugal. We have seen it time and time again. It's how easy this is for Portugal and Diogo Jota. Turn back to Inter with a treble. Two Croatian players down behind the ball.
and pleading his innocence was Bruno Fernandes. Once again, Bruno Fernandes. Off the mark and on the score sheet. They've given him the ball here, and the shot from distance has achieved just that. Right on cue, João Félix opens his account with what Portugal fans will hope will be the first of many. Consolation from them, though, there will. Petkovic sweeping it home. It's surely no more than that. Bruno Petkovic with his sixth international goal in just 9 appearances for Croatia now. Cristiano Ronaldo didn't look too impressed. Trincao straight up the other end, though. Portugal trying to Fernandes delivering the corner and squeezed home at the far post. André Silva does grab a goal, and Portugal do regain their 3-goal cushion. Last kick of the game, literally, from André Silva. And it wraps up what has been a சூரிய வம்சம் படம் பிடிச்சவங்க இந்த ஒரு வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி தெரிவிங்க. சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்குமார் நடிப்பில் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான் சூரிய வம்சம். இந்த படத்தில் நட்சத்திர ஜன்னலில் என்ற பாடலுக்கு வைப் செய்யாதவர்கள் யாருமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரே பாடலில் சரத்குமாரும் தேவயானியும் ஓஹோ என வாழ்ந்திருப்பார்கள். அவர்களின் மகனாக இந்த படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக ஹேமலதா என்ற பெண் நடித்திருந்தார். பாயாசம் சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட், எனக்கு யானை வேணு ஃப்ரெண்ட் என இவர் பேசும் குழந்தை மொழிகள் இன்று வரை மக்கள் மனதில் நிற்க செய்துள்ளது. இந்த திரைப்படம் போக பாஷா பூவை உனக்காக சேது திமுறு என பல படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் கடைசியாக 2015 வெளியான முதன்மை முடிச்சு சீரியலிலும் நடித்தார். அதன் பிறகு இவர் எதிரிலும் நடிக்கவில்லை. தற்போது இவருக்கு திருமணம் முடிந்து நாம் படத்தில் இவரை பார்த்த எப்போது எப்படி இருந்தாரோ அதே அளவுக்கு இவருக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் உள்ளது. அந்த குழந்தையின் கியூட் போட்டோஸ் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.